أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق الشرقية منذ 18 من فبراير الماضي ارتفعت إلى 1200 قتيل. وقال المرصد إن القصف يرتكز على الأحياء السكنية في مدن وبلدات حرستة ودومة وعربين وزملكة وعين ترمى في الغوطة المحاصرة. وكان المرصد السوري قد أعلن الاثنين الماضي مقتل أكثر من 350 ألف قتيل، بينهم أكثر من 1000 قتيل مدني جراء الحرب في سوريا والتي أتمت عامها السابع.